عسكرية قديمة مع سليم بوسفارة. رجوع المكتب فكر محسن في صغره وبالأخص في مدام أمينة معلمة الفرنسية اللي قراته في السنة السادسة، المعلمة اللي وقفت معاه وعملت له مرافقة خاصة باش تخلطه على زملائه اللي مستواهم خير منه. محسن عدى أشهر يمشي لها لدارها يعمل زوز حصص كل جمعة دون لا جواي لا بونومور. شاءت الصدف باش يتغرم محسن بقراية الجرايد اللي كان يتصفحها وقت البوز، شدته فيها إعلانات البيع والشراء. اكتشف مرشي جديد من مرشي لوكازيون الماركات، اساميها واسوامها ومنها بلاد جايه، وفات القرايه ونجح محسن في مناظره السيزيام. والملفت الانتباه جاب 11 في الفرنسي من اللي كان ما يفوتش ثلاثه والاربعه. اول حاجه عملها كيف نجح مشى يجري لدار مدام امينه باش يبشرها بالخبر ويشكرها. حلت له الباب، فرحت كيف شافته وطلبت منه يدخل، منها تهنيه ومنها فما شكون تحب تعرفوا عليه. ادخل محسن يلقى راجل بيوذي وشعره ارطب قاعد على الكنابي استلبس، وللحظة عد وينطق ويقول لها شكون هذا وش بيكم دخل راجل في غيابي؟ محسن نعرفك بخطيبي محمود. محمود هذا محسن اللي حكيت لك عليه، نجح في السيزيام مي انفان قابلنا لو فامو محسن. في بالك كنت محرم علينا برشا بروغرامات، مبروك مبروك النجاح. محسن كلمة ما قالهاش، كان جات في يده حجرة راهو دماغ بها محمود من الغزول اللي يهز فيه ويلطخ. كلمة مدام أمينة، محمود اش قولك سيف السنات دخل محسن يعمل ستاج عندكم في المعمل؟ ميوي مرحبا وبالخلاص زادة، اما يلزمو يوافق قبل. محسن حرك راسه تعبيرا على الموافقة، وهو لا فاهم مش معناها ستاج ولا يعرف المعمل شنو يصنعوا فيه. الحاجة الوحيدة اللي وقفت له انتينات وخليته يقبل بالوقت هي كلمة خلاص. ما كانش مجرد كلام ودخل محسن عمل ستاج بروفيسيونيل في المعمل، ثلاثة أشهر خدم فيهم عصفور كل نهار في بلاصة، نهارات مع جماعة لونتروتيان، هو شد بواحد سلوه، هو جاب مطرق، هو رجع ميزان الماء، شد مدة في الإدارة، هز أوراق، جيب دوسيات، أطبع، قص، وصل جواب. أكثر سيرفيس عجبه هو الكوميرسيال، كان يشيخ يعبي السلعة مع شوفرة ويسمع هداريهم والميك ماك متاعهم. اخر جمعة كان يتعدى محسن ياخذ 20 دينار، خلاص معتبر في الوقت هذاك. كان زادة ينطر مصروفه من الباقي اللي يخليوه له كيف يقضيوه، قهوة على كاسكروت على باكو دخان. محسن ما يمشيش كيف العباد، يتحرك كان بالجري عجاجة من بلاصة لبلاصة. تشهر بالقمودي، تلقيمة مشيت فيه من جرة الرمز قهواجي البوفات. محسن أيامات ستاج يمشي بصنديل ما بدلوش صيف كامل، الصنديل سكر 200 ألف كيلومتر تلمو محسن خدم بضمير. كيف كمل محسن ستاج ومع رجوع القراية خدامة المعمل كانوا متأسفين وعملوا له تكريم وهداوا له أجندا وستيلو وبودرشي. دخول محسن الكوليج كان كارثي، دخل في شلة متاع منحرفين علموه الهملة والفصعة والدخان. محسن ولا ناقم على الأساتذة، كان يحسهم متجاهلين ويحتقروه، وكان ديما يتفكر لهوة مدام أمينة، ولات عنده ردات فعل فيها برشا عنف تمشي وتزيد. حتى نهار خرجته أستاذ العربية اللورال، كيف لقاته مش حافظ ومش كاتب ضربته بالكراس على وجهه وهانته ونعتته بالبهيم والمصدق. من كثرة الغل دزها محسن وسبها كيما حب وشتها وهز روحه وروح. كانت هذيك لحظة خروجه من القراية، برشا كيف محسن بطلوا القراية في عمر صغير وحساس على خاطر موقف معهم حد، ساعات من ظلم أستاذ ولا معلم، ساعات سبب العائلة وإهمالها. كيف كيف الظروف المادية الصعيبة عندها تأثير، آلاف الصغار ينقطعوا على القراية وما يواصلوش في البرامج التدريسية كيما التكوين المهني ولا مدارس الفرصة الثانية، صغار يخرجوا من الرادار ويمشيوا المستقبل غامض. كارية قديمة مع سليم بوسفارة.